مداخلة هاتفية مع فضيلة الشيخ أحمد بن صابر الغامدي المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله ضيف الدكتور ماهر، وحيا الله ضيفك الكريم الدكتور أحمد، وجزاكم الله خيرا. وقبل أن أبتدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. وبعد، شكر الله لكم إتاحة هذه الفرصة لي لمشاركتكم الأجر، فما تقدمونه من توعية للحجاج من توجيه وتعليم أمر عظيم ومهم، خصوصا في هذه الأيام المباركات. ولا أطيل عليكم، فمشاركتي أيها الأحبة معكم يسيرة بإذن الله تعالى، ولكنها عن أمر مهم، ألا وهي أن على قاصدي بيت الله الحرام للحج والعمرة أن يتعلموا مناسكهم والأعمال التي تجب عليهم قبل أن يقدموا عليها، فهذا أمر مهم. فبعض الحجاج هداهم الله ووفقهم لكل خير لا يسأل عن شيء حتى يقع في الخطأ، ثم بعد ذلك يأتي ليسأل ماذا عليه، فقد يترك واجبا أو يترك واجبات فيتحمل بهذا الترك دما أو أكثر، وقد لا يستطيعه، فينبغي أن يتنبه لهذا. فالحاج قد تكون هذه الحجة له الأولى والأخيرة، وقد لا يستطيع أن يحج مرة أخرى، فعليه أن يتعلم ويتفقه عن هذا الركن العظيم. فبما أن الله عز وجل أكرمه وأعانه للوصول للبيت الحرام، للبلد الحرام، فيبذل اللسع في أن يتعلم ويتفقه في حجه، ويحرص أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فضيلة الدكتور ماهر وضيفك الكريم، هذا الأمر لله الحمد أمر متيسر جدا، خصوصا في هذا الموسم. وزارة الشؤون الإسلامية قامت مشكورة بدعم معالي وزيرها وربانها وقائدها الهمام الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بتوجيه الكثير من الدعاة وطلبة العلم لمراكز التوعية المنتشرة في أرجاء العاصمة المقدسة والمساجد كذلك، يعلمون الحجاج ويفقهونهم في مناسكهم ويجيبون عما لديهم من إشكالات. بل والأعظم من ذلك أن الوزارة ممثلة في التوعية الإسلامية قد وضعت رقما مجانيا يتصل عليه المستفتي خلال 24 ساعة ويسأل عما يريد وهو في بيته، فهناك لجنة علمية من علماء فاضل يقومون على هذا الهاتف بالرد على المستفتين والإجابة عن استفساراتهم. ورقما آخر أيضا، وهذا من فضل الله تعالى، ورقما آخر يتصل عليه الحاج فيشرح له صفة الحج، وأيضا هذا الرقم أيضا مجاني. فالأمور ولله الحمد متيسرة وسهلة جدا، وذلك كله يأتي بعد فضل الله ومنه وكرمه بدعم وتوجيه من حكومته الرشيدة، وعلى رأسها القائد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين محمد بن سلمان. أسأل الله العظيم أن يجزيهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمة وعناية لحجاج بيت الله الحرام. وأختم مداخلتي يا دكتور ماهر، إن سمحت لي إن كان في وقت عاجل أمس. طيب، أختم مداخلتي بهذا الموقف الذي حصل اليوم مع اللجنة العلمية الشرعية المكلفة بضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء الفلسطينيين، وهو أن إحدى الأخوات كانت تأتي قريبا من مقر اللجنة، وهو ثم تعود ثم تأتي وتعود، ثم أخيرا جلست عند فضيلة الشيخ المفتي وقالت: لقد جاءني العذر الشرعي أكرمك الله، فهل أستطيع أن أحج؟ ظنت أنها لا تستطيع أن تحج، وأنها سترجع إلى بلدها بدون حج، فأجاب الشيخ بما تيسر من جواب، فبدأت تبكي وتدعو الله عز وجل. فهذه المرأة لو لم تستفتي وتسأل عن حجها بعد تجشمها هذه الصعاب والسفر من بلدها، لظنت أنها ستعود إلى بلدها ولم تحج. فأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، ولحجاج بيت الله الحرام القبول والسداد، وأشكركم مرة أخرى على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك فضيلة الشيخ أحمد. وفضيلة الشيخ قدم نصيحة باختصار، هي: الوقاية خير من العلاج. التفقه في الدين قبل أحكام الحج يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا بإذن الله تعالى.